السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. مؤسسة النوب للإنتاج والتوزيع الإعلامي تقدم. جئنا لنخطب خير الناس أعراقا وننشد الجود، إن الجود دفاقا. ونبلا وآدابا وأخلاقا شقفت قمر، والله دي الليلة وصال تبهر وتسبي وتسحر بابتسام. نبارك للعريسين ونقول لهم ألف ألف مبروك، والله يجمع بينهم في خير ووفق حالهم يا رب. إذا جينا الليل حنهني حنهني الإنسانة، المدرسة، الأم، مريحة الجنة اللي لعبت دور الأب ودور الأم، يمكن هي الليلة أسعد إنسانة في الوجود. وش تقولوا لست الحبايب الوالدة في هذه الليلة الجميلة؟ نقول لها ألف مبروك لعبد الرحمن، والله يتمم لهم على خير، وهذا مجهودك وتعبك، والله يجزاك عننا ألف ألف خير. والله كلام ما ينقال، الله يعطيها العافية، وإن شاء الله بإذن الواحد لحنا نحن يعني موجودين لإرضائها وإسعادها، وإن شاء الله نحن أسعدناها واللي جاي نسعدها أكثر وأكثر بإذن الواحد لحد غايتنا هدفنا رضاها، ويا رب هذه خطوة أو هذه مرحلة من مراحل إسعادها بإذن الواحد لحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زوجتك وأنكحتك يا عبد الرحمن، أختي عليها فيرة على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المتفق بينه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبلت نكاحها لنفسي على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المتفق بينه.
كثيرة هي لحظات الفرح التي نمر بها، ولكل منها طعمها الخاص ولونها المميز. ومثل هذه اللحظات بالتأكيد هي لحظات لا تنسى، وتعد من أجمل وأحلى ألوان الفرح التي ننتظرها ونسعى إليها. عبد الرحمن، إن اليوم عيد لعرسكم وفرحكم. يا عبد الرحمن، غدا الكل سعيد. وعندما نتذكر أجواء جدة في هذا المساء المطرز بالجمال، نتذكر بكل الحب الكثير من الضيوف الذين جاءوا وهم مدججين بالحب وبالكثير من عبارات التهاني. نقول له مبروك، والله يسعده، والله ينفع به ويرزقه ذرية صالحة، الله يوفقه ويبارك فيه ويجعله دائما فرحان. نقول ألف مبروك، الله يوفقهم ويسعدهم. والله أقول لهم إن شاء الله الله يوفقهم ويسعدهم إن شاء الله، ويوفق بينهم ويرزقهم الذرية الصالحة. الله يتمم لهم على خير ويبارك لهم ويرزقهم الذرية الصالحة إن شاء الله، ويحافظوا على بعض إن شاء الله يا رب، والله يتممهم ويسعدهم يا رب في الدنيا وآخر يا رب. والله أول شيء ألف مبروك، طبعا عبد الرحمن غالي علينا إن شاء الله، اللهم آمين، والله يوفقهم إن شاء الله ويرزقهم الذرية الصالحة بإذن الله. مؤسسة النوب للإنتاج والتوزيع الإعلامي تقدم محلاها الليلة. خذها وصية، خذ وحب بالك عليها، خذ وحب أجمل هدية وكل زين الدنيا فيها. خذها وصية، خذ وحب بالك عليها، خذ وحب أجمل هدية وكل زين الدنيا فيها. دام عزة ودام عزك، مالك إلا اللي يرزك، شامخة فيه بيتك، مالك إلا اللي يرزك، شامخة فيه بيتك. تبغى وصية، مد لسنين هيدينك وخلي أيام هنية. في غلاهم من أصار حقولوا بس يا ناس مين. أبتسم حظ الليالي والفرح عم الوجود، واكتمل عقد الأماني ينثر الفرحة ورود. حبيبنا الليلة عريس وعروس، يا مثل القمر من مثلها أحلى عروس يهنى بها طول العمر. يا عريسنا ربي عطاك بنت الأصايل والنسب، هي رمز الحسن والجمال، درة والمعدن ذهب. ربي جمع شملكم وحقق لكم غاية مناكم، عرسان في عمر الزهر تمم لكم ربي هناكم. غنوا لهم يا حاضرين، غنوا لهم يا حاضرين، وغطرفوا هنوا لهم. يا رب تمم فرحهم، قولوا معي وادعوا لهم. سيدي عجبني جمالك.
نادانا لدان الرحمن سيد الإله ذكرتني بالحبايب ذكرتني بالحبايب يا ليل دانا لدان يا ليل دانا لدان يا ليل دانا لدان رب فرح الكل عريس اجعل حياته سعيدة يا رب رش الخور ورش الزهور مدام عريسنا الليلة مسرور يا رب فرح الكل عريس اجعل حياته سعيدة يا رب عريسنا الغالي يا عريس وحبه في مالي يا عريس يا عريس وحبه في بالي يا عريس يا رب فرح الكل عريس اجعل حياته سعيدة يا رب يا رب فرح الكل عريس اجعل حياته سعيدة يا رب اجعل حياته سعيدة يا رب أدم الصلاة على النبي محمد أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بدون تردد أعمال إلا الصلاة على النبي محمد عبد الرحمن إن اليوم عيد لعرسكم وفرحكم يا عبد الرحمن غدا الكل سعيد فيا رب تمم بالصفا اقرانهم وقدر لهم عيشا رغيدا مجملا وختامها صلى الإله على الذي في الكون شمس لا تغيب وتغرب
كلك
مرحبا مرحبا اهلا وسهلا ضيفنا في وجودك زاد 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 والله فخرنا يا هنا يا مرحبا يا مرحبا بأهل الوفا وهل الأمجاد ترحيبة من اللي يحبون المواجيب بالليل فونا جماعات وقرايب اليوم كنا اليوم كنا عيد من ضمن الأعياد يوم اجتمعتوا مرحبا يوم اجتمعتوا مرحبا والف ترحيب ترحيبة بها ورد وريحان وزهور أهلا هلا أهلا هلا يا ربعنا صلب الأجداد أهلا هلا بالأصدقاء والصحايب وعسى التآلف بيننا دوم يزداد والاجتماع يصير دفع عن الطيب اليوم بحضوركم كل الحفل زان جعل الليالي المقبلة تبقى جدادي ونجم السعادة ليلنا لا ما يغيب جئنا لنخطب خير الناس عراقا جئنا لنخطب من ألف عراق خير الناس عراقا وننشد الجود إن الجود نفاق أنصها الوضاح قد راقها
كده يا شباب. يا رب تمم بالصفاء اقرانهم. قول يا رب. يا رب تمم بالصفاء اقرانهم وقدر لهم عيشا رغيدا مجملا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أقبل النور وهذا مرحبا بمن أتى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد، فإن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد، لا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم، ولا يجتمع اثنان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله تعالى قد سطر. يقول عز من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وقال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، خير متاعها المرأة الصالحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولوالدي ووالديكم وللمسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زوجتك وأنكحتك يا عبد الرحمن، أختي عليها خير على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المتفق بينه. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبلت نكاحها لنفسي على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المتفق بينه. بارك 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 الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. اللهم يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا العزة التي لا تراب، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اللهم يا الله في هذه الليلة المباركة الشريفة اغفر لهما وارحمهما وبارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير،
اللهم يا الله يا ذا الجلال والإكرام، وأنزل عليهم المودة والرحمة والسكينة بفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله وارزقهم الذرية الصالحة النافعة المباركة بفضلك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله وابعد عنهما شر الأشرار شر طوارق الليل والنهار إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. اللهم يا الله وابعد عنهما كل ساحر وحاقد وعاين بفضلك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالد والدينا ولأرحامنا ولأقاربنا ولمن حضر هذا العقد المبارك. اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا وعن سيئاتنا بفضلك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله. صلى على الحبيب. قرانك بالسعد الجميل جميل وضياء عريسنا مسطع وجميل هذا القران غراسه لا ينثني قرانك بالسعد الجميل جميل وضياء عريسنا مسطع ودليل هذا القران غراسه لا ينثني كرم كرم المحاسن لا يموت ويعطب اليوم أنس للأحبة قد حوى اليوم أنس للأحبة قد حوى واليوم سفر بالمدى بالمدائح يكتم اليوم أنس للأحبة قد حوى واليوم سفر واليوم سفر بالمدائح يكتم وختامها صلى الإله بالكون شمس لا تغيب وتغرب يا لا 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 صلوا مبروك. الله يوفقهم ويسعدهم ويبدأوا حياة سعيدة جديدة وعقبالي قبل كل شيء إن شاء الله.
ما تقول ان شاء الله؟ ان شاء الله عقبال الشباب، عقبال لما اتزوج، عقبال كل شاب وكل شابه، ربي يوفقهم ان شاء الله ويسعد الجميع. حبني مبارك للعريسين ونقول لهم الف الف مبروك، والله يجمع بينهم في خير ووفق حالهم يا رب. اذا جينا الليله حنهني الانسانه، المدرسه، الام، مريحه الجنه اللي لعبت دور الاب ودور الام، يمكن هي الليله اسعد انسانه في الوجود. ايش تقولوا لست الحبايب الوالده في هذه الليله الجميله؟ نقول لها الف مبروك لعبد الرحمن، والله يتمم لهم على خير، وهذا مجهودك وتعبك، والله يجزاك عننا الف الف خير. الله يعافيك. نقول له مبروك، والله يسعده، والله ينفع به ويرزقه ذرية صالحة ويجعله مبارك يا رب، هو وزوجته وأهله أجمعين. الله يوفقه ويبارك فيه ويجعله دائما فرحان ويسعدهم هو وزوجته ويجعله ويرزقهم الذرية الصالحة يا رب يا رب إن شاء الله. الله يتمم لهم على خير ويبارك لهم ويرزقهم الذرية الصالحة إن شاء الله. إن شاء الله، اللهم آمين، والله يوفقهم إن شاء الله ويرزقهم الذرية الصالحة بإذن الله ويكونوا عون لبعض. اللهم آمين. شكرا. الله يقول لهم ألف مبروك والله يتمم لهم على خير يا رب، ويحافظوا على بعض إن شاء الله يا رب، والله يتممهم ويسعدهم يا رب في الدنيا وآخر يا رب. والله أقول لهم إن شاء الله الله يوفقهم ويسعدهم إن شاء الله، وأتمنى إنه عبد الرحمن وعليا حافظوا على الحياة هذه، لبنة من لبنات الأسرة السعودية. اللهم يا رب يكفيهم عيون الناس وأنفس الجن ويوفق بينهم ويرزقهم الذرية الصالحة وعقبال أنجال أنجالهم يا رب العالمين. الله يتمم لهم بخير يا رب العالمين. الله يتمم لهم بخير يا رب العالمين. والله أول شيء ألف مبروك طبعا عبد الرحمن غالي علينا، وأنا كنت جالس أنقل لايف لعمته وعمته الثانية، فتقريبا هم شافوا الزفة كلها والقران وبيباركوا له ومبسوطين له كثير، وإن شاء الله نفرح به وبالبقية إن شاء الله. ألف مبروك والله يبارك لك إن شاء الله ويرزقك الذرية الصالحة. ألف ألف مبروك يا رب وعقبال الذرية الصالحة إن شاء الله يا رب. ألف ألف مبروك والله يتمم لهم على خير ويسعدهم يا رب ويرزقهم الذرية الصالحة يا رب. والله ألف ألف مبروك والله يتمم لهم على خير والله يجمع بينهم. والله هذا الآدمي أعرفه من صغري، يعني آدم محترم ومؤدب، الله يسعده في حياته بإذن الله. اللي في خاطري اقول له الله يوفقك ويسعدك ان شاء الله، وخطوه لا خطوه الصراحه مو اي احد يقدر يتجهز لهذا اليوم. انا اشكرك والله والاتحاد فاز. Yeah.
قدامي وهو يا هو هلا باللي جونا واخيرا تحقق الحلم واخيرا بدأت الليلة مشوار الالف ميل ويقولوا مشوار الالف ميل يبدأ بخطوة والليلة كانت الخطوة الاولى وان شاء الله الله يسعدكم وان شاء الله عقبال الليلة الكبيرة. انا ما شاء الله تبارك الله حضرت الموقع الاول حضرت الان هنا شايف الفرحة ما شاء الله ما هي سايعتك فأنا أبغاها تطلع من القلب ومن خلال الميكروفون والعدسة قاعد أتحسس مشاعرك. إيش اللي حاس فيها الليلة عبد الرحمن؟ حاس بإيش؟ والله إحساس ما ينوصف يا رب لك الحمد. يعني هي ليلة الواحد استناها وإذا ما قلت الفرحة ما تنوصف اللي في القلب يعني تشوفه في وجه الإنسان. فيا رب لك الحمد الحمد لله الحمد لله أولا على التمام والكمال الحمد لله أنه يعني فرحنا أمور طيبة ليلة حلوة وإن شاء الله الجميع انبسط بإذن الواحد الأحد. يا رب عبد الرحمن أي عمل ناجح وراه جهود تبذل ففي إنسانة جهودها محسوسة وملموسة لها بصمة واضحة يمكن هي اليوم يمكن أسعد إنسانة في الوجود إنها تحتفي بآخر العنقود سموها ست الحبايب وسموها مسميات كثيرة لكن يظل الاسم المحبب لنا ريحة الجنة. إيش تقول ريحة الجنة وهي الليلة تحتفي بعبد الرحمن في يوم تنتظره يمكن من يوم ما انت تولدت وهي تنتظر اللحظات هذه. ايش تقول للست الحبايب الوالدة؟ والله كلام ما ينقال الله يعطيها العافية وان شاء الله بإذن الواحد الأحد ان احنا يعني موجودين لإرضائها وإسعادها وان شاء الله ان احنا أسعدناها واللي جي نسعدها أكثر وأكثر بإذن الواحد الأحد. غايتنا هدفنا رضاها ويا رب هذه خطوة أو هذه مرحلة من مراحل إسعادها بإذن الواحد الأحد. ضيوفك اللي شرفوه يسعدهم واحد واحد ويعطيهم العافية ما قصروا معانا تعبناهم معانا فالله يعطيهم العافية الله يسعدك. بقيت رسالة أخيرة متوقع تقول لمين؟ والله لكل فرد في عائلتي وقف معايا ساعدني ابتسامته كان مبسوط وهو في وجهي فرحته طلعت قدامي فبس هذا اللي يعني كل إنسان كان مبسوط لفرحي وسعادتي. الإنسان اللي قالت لك يا عبد الرحمن الليلة بدت حكايتنا بدت حكاية الحب بدأ مشوارنا هذه الخطوة الأولى بيش توعدها؟ نوعدها إن شاء الله بكل خير نوعدها إن شاء الله نشيلها في عيوننا بإذن الواحد الأحد نوعدها إن شاء الله أن نعيش عشانها ونعيش عشان نسعدها إن شاء الله بإذن الله ونسعدها هذه أهم حاجة إن شاء الله نعيش عشان نسعدها بإذن الواحد الأحد. الله يعافيك. هللوا رب الجلالة هللوا يا المعرسين يحفظهم ربي تعالى من عيون الحاسدين.
صور الورد المريحي ينظرون. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.